ايه اللي حصل ياما؟ امه مش عاوزك تقولي ولا كلمه، شهاده تدخل معاكي وهي اللي تولي الموضوع. اسمعيني كويس يا مرات عمي، اي حاجه تسالي عليها ما تتجاوبيش، انا اللي هتكلم. تاني انا حاسه ان انت مخبيه عليا حاجه، ما تنطقي قولي في ايه. سيبني في حالي يا زينب. ما هي اقوالك فيما هو منسوب اليك يا فندم؟ استني يا شا يا بي، انا عرفت انها هتطلع من الحبس وناويه تهرب على مصر، ولو كانت هربت كناش هنلاقيها ابدا. طلعت وراها، شفتها، ندهت عليها، لمحتني، خافت، جريت، جريت وراها، ندهت عليها تاني، قلت لها استني، استني أنا عاوز أتكلم معاكي، لما قربت منها، خافت، وعودت الجري. اكتب يا بي. ريتال ابكي وقول لعبد الله اني حبيته حتى من غير ما اشوفه، واحكي له عني، بس قولي له الحلو، اياك تقولي له حاجه عفش عني، فاهمه يا بنت؟ وانت يا زينب انت بدالي والبيت الكبير في يدك. ايه مالكم؟ مالكم انتوا التنين؟ قاعدين كده ليه؟ اتكلمي يا ست ريتال، انطقي. عايزة انا اقول ايه يا زينب؟ عايزة تعرف اللي حصل، اتكلمي. انا مش عايزة اتكلم مع حد، سيبوني في حالي بقى. جبرية كانت عارفة، عشان كده ما جاتش المحكمة، صح يا عمتي؟ تقصدي ايه يا زينب؟ اقصد انه ريتال ما طلعتش من بيتها ولا عتبت براه من ساعة ما طلعنا وسافرنا ورجعنا. جبرية هي اللي عقلها راح من ساعة ما والدة حسن اتقتل، ولما عرفت ان نعيمة هي اللي عملت كده حلفت انها ما هتسيبها الا ما تجيب دماغها الارض. روح يا بت، يلا يلا يا ريتال. اللي عملته جبرية صح يا زينب؟ لا يا عمتي مش صح. لا صح، جبرية بتكفر عن اللي عملته، لو ما كانتش عملت كده كان فضل ذنب عبد الله في رقبتها العمر كله. يا أنا دلوقتي صدقت جبرية اتغيرت. صدقيني يا زينب الدنيا كلها هتتغير. أخبار ماما الحاجة إيه يا حسن؟ إن شاء الله تكون بخير. على فكرة أنا عندي ناس تقال كتيرة قوي في البلد، ممكن أكلمهم لك نطمن عليها. ده إيه اللي جابك؟ جاي أطمن عليك، هو إحنا مش نسايب ولا إيه؟ ولا عشان لبنى؟ يلا 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 عشان نروح. لا 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 كده أزعل منك وهقرص عليك.
معلش يا حسن، انت اللي اضطريت نعمل كده. انا حاولت معاك كتير على فكرة، بس انت ما جيتش معايا طوع. وصدقني لو انت اخترت بين نفسك وبين اي حد ربنا خلقه هتختار نفسك. فاكر انت بتعمله ده هيعدي ولا ما يعديش؟ اموت واقف احسن ما اموت راكع يا صاحبي. انت كده كده ميت. وماله، نموت سوا على الاقل نسلي بعض في الطريق. عارف يا حسن اكتر حاجه حبيتها وانا بدرس تاريخ ايه؟ مذبحة القلعة. بعد عني، بقول لك بعد. هدوء. بعد بقول لك. هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ مش عارف. الدنيا كلها غفلة جت. وجيت فوق دماغي ومش عارف اعمل ايه والله يا فتحي. الست جبرية اعترفت. ما هي دي المصيبة. شاهدي قالت لها بتعيش خشمك. كان هيجرى ايه يعني لو سمعت كلامها؟ أنا رأيي وتسمع مني، أنت تاخد شهد وتروحوا تزوروها وتتكلموا معاها، وأكيد يعني شهد عندها حل اللي بيحصل ده. يا ابني بقول لك معترفة، معترفة. يا رب حلها من عندك. شمس. شمس يا حبيبتي، حرام عليك اللي انت بتعمليه ده. يا شمس بصيلي، حرام عليك يا بنتي. سيبيني يا حبيبتي، سيبيني، انا قلبي هيوقف، انا حاسه اني هموت. مش قادره اصدق اللي حصل لامي دي. مش قادره، مش قادره، مش قادره. انا هروح اليابان هقول لهم خدوني مكانها. أمي مش هتستحمل الحبس، أمي هتموت فيها. أوعي يا عمتي. هو أنتِ فاكرة إن إحنا هنسيبها؟ سيبوها. عملت إيه مع مرات عمي؟ أنتوا سبتوا كريمة. أنتوا عملت إيه مع كريمة؟ يا عمتي أنا لازم أروح أشوفها. إيه؟ إيه بنت فيكي إيه؟ إيه؟ مالك؟ تعبانة قوي يا عمتي. تعبانة؟ تعالي. تعالي بقى. اقعدي يا حبيبتي.